نيجي بقى للجزء الثاني وهو الجزء الأهم، وهو إن هل ممكن سرقة الواي فاي تتسبب بضرر لصاحب الراوتر نفسه أو صاحب الشبكة نفسها، وممكن جدا الضرر ده يوصل للحبس؟ والإجابة على هذا السؤال إن بالفعل للأسف سرقة الواي فاي ممكن تتسبب بضرر بالغ لصاحب الراوتر أو صاحب الشبكة، ويلاقي نفسه متهم في جريمة هو ما ارتكبهاش ومعرض للحبس أو لدفع غرامة كبيرة جدا في جريمة هو ما يعرفش عنها أي حاجة. وخلينا نعرف مع بعض إزاي دلوقتي. أوقات ناس كتيرة بتسيب شبكة الواي فاي الخاصة بها مفتوحة بدون رقم سري، أو رقم سري سهل إن أي حد يخمنه، أو أيضا بيوزعوا الرقم السري على أي حد عايز إنترنت. وهنا معنى ان اي شخص معاه الرقم السري يقدر بكل سهولة ان هو يستخدم الانترنت الخاص بحضرتك انت صاحب الراوتر، وحضرتك الشخص الذي تعاقدت على خدمة الانترنت من شركة الانترنت الخاصة بيك، وايضا مسجل عندهم كل البيانات الخاصة بيك. هنفترض ان اي شخص من الاشخاص اللي بيستخدموا خدمة الانترنت الخاصة بيك او الواي فاي الخاص بيك ارتكب اي جريمة على الانترنت باستخدام الانترنت الخاص بيك انت، زي جرائم السب والقصف والتشهير او نشر فيديوهات اباحية او اي شيء، واستخدم خدمة الانترنت الخاصة بحضرتك في ارتكاب هذه الجرائم. وقتها لو الشخص المتضرر تقدم ببلاغ لمباحث الانترنت علشان يقدر يحدد مين اللي عمل كده ويقدروا يقبضوا عليه، هنا هيبداوا يعملوا التحريات الخاصه بيهم علشان يعرفوا مين المتهم الاساسي، وبدورهم وبكل سهوله هيقدروا من خلال الاي بي ادرس يعرفوا الشبكه ويعرفوا صاحب الشبكه التي تم ارتكاب الجريمه من خلالها. وممكن جدا يتعذر عليهم معرفة الشخص اللي كان مع الموبايل او اللي كان مع اللابتوب او اللي ارتكب الجريمة نفسها، فبالتالي يتم تقديم التحريات بكل المعلومات الخاصة بصاحب الشبكة نفسها وبعنوان الشبكة وبكل شيء. وايضا يتم اضافة في التحريات انه تعذر معرفة الفاعل الرئيسي للجريمة، فبالتالي بيتم تقديم صاحب الشبكة المتهم الاول والاساسي في كل هذه الجرائم. وهنا مباحث الانترنت بيقولوا احنا ملناش اي علاقة، الجريمة ارتكبت من خلال شبكة الواي فاي الخاصة بيك، فبالتالي احنا ما نعرفش انت ولا لا، انت ممكن تكون انت اللي ارتكبت الجريمة وبعد كده تخلصت من الموبايل او تخلصت من الجهاز اللي ارتكبت به الجريمة، فبالتالي بيتم تقديمك للمحاكمة كمتهم اول، وفي المحكمة بقى تقدر ان انت تدافع عن نفسك وتحاول تثبت ان مش انت الشخص اللي ارتكبت هذه الجريمة. ودي تعتبر اشهر واخطر مشكلة ممكن ان اي شخص يقع فيها نتيجة سرقة الواي فاي الخاصة بيه، نتيجة ايضا ان هو ممكن يبقى سايب الواي فاي بدون رقم سري او رقم سري سهل ان اي حد يخمنه، او ان هو يدي الرقم السري لاي حد، فبالتالي دي مشكلة كبيرة جدا لازم كلنا ناخد بالنا منها.